بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال: قلت: حدثيني عن ذلك. قالت: صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما، فقلت لجاريتي: اذهبي، فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرح الطعام كبي. يعني رحت لقيت حفصة حطة كب. قالت: فجاءت بالطعام، قالت: فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع. قالت: فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اقتصوا، أو قال: اقتصي ظرفا مكان ظرف. يعني خد انت القصعة بتاعتها بدل القصعة اللي. قالت: فما قال شيئا، وجمع الأكل عليه الصلاة والسلام ولم يزد عن ذلك. حلم وعلم. وروى ابن جرير عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بخلق رسول الله، بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. هذا حديث يعني مستفيض. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه. وروى ابن جرير عن جبير ابن نفيل قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي في التفسير. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست حري خز وما مسست خز خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري
عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، طويل شديد الطول. والأحاديث في هذا كثيرة. ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما. يعني إذا وصل قال فإذا كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صححه الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم. وقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منكم، منك ومنهم. وهذه كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال ابن جريج وقال ابن عباس في هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العفير عن ابن عباس بأيكم المفتون أي الجنون، وكذا قال مجاهد وغيره. قال قتادة بأيكم المفتون أي أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، وإنما دخلت الباء بأيكم المفتون لتدل على تضمين الفعل في قوله فستبصر ويبصرون، تقدير فستعلم ويعلمون، أو فستخبر وتخبرون بأيكم. بماذا تخبرون؟ بأيكم تخبرون بأيكم المفتون، يعني سوف تخبرون بمن فيكم هو المفتون، ستخبرون بهذا بأيكم المفتون، والله أعلم. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومن هو ومنهم منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق. هو سبحانه وتعالى أعلم ويظهر ذلك للبشر لمن شاء منهم سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر